بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا فخامة الرئيس. يمكن لو تسمح لي قبل ما نخش على حكاية الزراعة، كنت حابب أقول إن العالم كله لمس مؤخرا الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الزراعة في منظومة الأمن الغذائي، خاصة بعد ما تعدى تأثير إتاحة الغذاء البعد الاقتصادي والاجتماعي إلى البعد السياسي والأمن القومي. لكن إحنا هنا في الدولة المصرية كنا سباقين في الاهتمام بهذا القطاع من خلال دعم سيادتك غير المحدود لهذا القطاع، والتوجيه دائما باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية زي ما هنشوف في العرض. لذلك اسمحوا لي سيادتكم أن أستعرض سريعا ملامح الدعم والإنجازات التي شهدها هذا القطاع على طريق بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة أكثر صمودا وأكثر شمولا. ويمكن ده سيادة الرئيس هو اللي خلانا نقدر نوفر احتياجات شعب مصر العظيم من احتياجاته من المنتجات الغذائية الزراعية في فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن تحقيق هذا الهدف، بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية. وده كان كله إيمانا من سيادتك بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام. سيادة الرئيس، يمكن في البداية عايزين نقول إن قطاع الزراعة يمكن بيواجه تحديات مزمنة منذ قديم الزمن. هذه التحديات تمثلت في محدودية الرقعة الزراعية، ويمكن كمان مش محدودية الرقعة الزراعية، ده احنا تعدينا عليها كمان. أيضا محدودية المية، يمكن احنا من الدول اللي بنعاني من الشح المائي، وكمان تفتت الحيازة، وده نمط الحيازات الزراعية في مصر، تفتت الحيازة الزراعية اللي بيخلي نسبتها في كفاءة الإنتاجية أقل من أقرانها. أيضا عندنا النمو السكاني المتزايد اللي يمكن خلى نصيب الفرد في الدولة المصرية حاليا 2 قيراط، بعد ما كان في فترات من الزمن بيصل إلى فدان للفرد، ويمكن كمان المتوسط العالمي حوالي 12 قيراط للفرد. ده بخلاف بالإضافة إلى يمكن الأمن الغذائي واجه مجموعة من التحديات المتشابكة والمتلاحقة زي جائحة كورونا والأزمة الروسية والتغيرات المناخية، ودي كلها أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد، وأثرت على أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة، وكمان أثرت على النظم الزراعية وأثرت على الإنتاجية والإنتاج في وقت كثير من بسبب الجفاف والتصحر. وعشان كده يمكن الدولة المصرية عملت استراتيجية لتحقيق التنمية الزراعية استهدفت الحصول على الموارد الزراعية، أيضا زيادة الرقعة الزراعية، تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل، وأيضا بناء أنظمة زراعية تكون قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وكمان تحقيق تنمية احتوائية. يمكن زي ما هنعرض على سيادتك بعد كده نلاقي التوسع الأفقي شمل كل محافظات الجمهورية وكل أنحاء الجمهورية، وده كان من منطلق التوسع تحقيق التنمية المتوازنة والاحتوائية. ويمكن وضعنا مجموعة من المحاور الأساسية اللي يمكن عشان نحقق الاستراتيجية، كان أولها التوسع الأفقي والتوسع الرأسي، وأيضا زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتنمية محور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. لو جينا لمحور التوسع الأفقي، اسمح لي ان انا اقول ان هذا المحور بكل الاهتمام والدعم اللي تم من سيادتك، احنا يمكن في خلال الفترة العالم كله، يعني لو تسمح لي ان اقول ان العالم كله، ودي تقرير المنظمات الدولية بتقول ان العالم كله بيفقد ملايين الهكتارات سنويا بسبب التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، لكن احنا هنا في الدولة المصرية بنستصلح الصحراء. استصلاح الصحراء ده مش عمل بسيط، ده بياخد جهد وعرق وتكاليف. يعني لو تسمح لي كمان اضيف عبارة ويمكن أقتبسها من دولة رئيس الوزراء، إن يمكن الجهد اللي تم في مشروعات التوسع الأفقي من جهد وتكاليف ومعدات وأجهزة وإجراءات تمت عشان نوصل لهذا الوضع اللي احنا فيه، أكثر حوالي 2 مليون فدان، وإن شاء الله عندنا مشروعات كتيرة أكثر من 2.5 مليون فدان. يمكن مشروعات التوسع الأفقي دي عايز أقول إن الجهد اللي خدته يمكن تفوق مشروعات كبيرة ما زالت خالدة في ذاكرة المصريين. لو جينا لمشروع الدلتا الجديدة اللي هو حوالي 2.2 مليون فدان،
يمكن المرحلة الأولى تمت في مشروع مستقبل مصر اللي يمثل بكرة الدلتا الجديدة حوالي 600,000 فدان المرحلة الأولى، وإن شاء الله قريبا المرحلة الثانية حوالي 750,000 فدان. يعني عايز أقول كمان إن التكلفة اللي بتتم في مشروعات التوسع الأفقي، الفدان بيتكلف أكتر من 250,000 جنيه. لنا أن نتخيل المساحات اللي بتتم إضافتها للرقعة الزراعية عشان نعوض التعديات اللي تمت على الأرض القديمة، وكمان عشان نقدر نلبي احتياجات السكان واحتياجات شعب مصر العظيم من الغذاء في وقت قياسي. عندنا مشروع تشكى الخير وإعادة إحياء هذا المشروع، ده من المشروعات اللي خدت جهد كبير والناس تحدثت عنه كثيرا، لكن شرفنا بافتتاح سيادتك له وزيارته أكثر من مرة، ويمكن المؤشرات بتقول يعني إنتاجية عالية وتربة خصبة وكيماويات أقل وأسمدة أقل. يمكن لو حبيت أعرض أمام الناس، يمكن أشير بس لحوالي 7 كيلو، وإحنا زملائنا في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية مسألة يعني امتداد فرع 4، يعني تفجير أكتر من 7 كيلو متر في الصحراء عشان نمد الترعة. دي إجراءات صعبة جدا، بنرفع المية لارتفاعات تصل إلى أو تزيد عن 50 متر، بننزل في عمق الترعة أكثر من 20 متر عن الصحراء. يعني ده بيبين حجم الجهد اللي تم في مشروعات التوسع الأفقي. عندنا مشروع شمال وسط سيناء إن شاء الله بنستهدف 460,000 فدان. عندنا إعادة إحياء الريف المصري اللي هو 1.5 مليون فدان. عندنا كمان مشروعات أخرى في محافظات كتيرة في الصعيد والوادي حوالي أكثر من 650 فدان، ده غير المشروعات المستهدفة زي ما هنشوف بعد كده.